برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أعمال معرض سيتي سكيب الدولي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بدورته 13، ويأتي هذا العام تحت شعار استشراف مستقبل القطاع العقاري، ويرتكز على استراتيجية النمو للقطاع العقاري بمشاركة أكثر من 80 مطورا ومحليا واقليميا ودوليا تتقدمهم المملكه. معرض سيتيسكيب هو يعتبر الواجهه المثلى والاكبر لاطلاق المشاريع المحليه والدوليه في جميع انحاء العالم. طبعا في مشاركه كبيره من مشاريع في ابو ظبي، في العاصمه ابو ظبي، مشاركه في من جميع الامارات الاخرى مثل دبي، الشارقه، راس الخيمه، ومشاريع حتى في السعوديه. طبعا في مشاركه من مطورين عقاريين في السعوديه يشاركون هذه السنه لاول مره في المعرض. طبعا توجهات هذه السنه من ناحيه المستثمرين، من ناحيه المطورين العقاريين. هذا واستعرضت المملكه طيفا متنوعا من المشاريع العقاريه الجديده التي اطلقتها، اذ تلبي طلبا حقيقيا للمستثمرين في السوق، ومع توفير خيارات ميسره للسداد واسعار تنافسيه. وتشهد المملكه خلال الأعوام القليلة الماضية خطوات واسعة اتخذتها نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلا عن توظيف استثمارات كبيرة في البنية التحتية. ولا شك أن هذا التقدم الذي تم إنجازه مؤخرا، والذي يتكامل مع منح الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ عددا من المشاريع المختلفة، الذي سيسهم في تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية. الرغبة في الاستثمار في مشاريعنا، وإيش رأي المستثمرين في مشاريعنا، وشفنا الحمد لله ردة فعل جيدة، خاصة في فيز 3 اللي هو student accommodation، فشفنا كثير إقبال فيه. بعنا حوالي 270-300 يونت فيها، شفنا إقبال جيد. وبرضو دمغنا نتكلم مع المستثمرين لوجود شراكة معهم أننا نستثمر في مشروع زي نسمة في السعودية بإذن الله. المعرض يتطلع إلى بناء آفاق مستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني، في ظل عرض نماذج معمارية ومتطورة تحاكي مدن المستقبل وتتبنى أحدث الحلول التقنية، كما سيطلع إلى تعزيز فرص التواصل بين أصحاب المصلحة بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود الرامية إلى دفع عجلة السوق العقاري وتمكين الشركاء من تقديم حلول وتطوير منهجيات مرنة تتلائم مع المتطلبات المتغيرة لكل سوق. منصة تجمع نخبة من محللي الأعمال والخبراء الاستراتيجيين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة في قطاع العقارات، تماشياً مع رؤية المستقبل ومتغيرات العصر في قطاع الاستثمارات العقارية. للإخبارية دانا بشيتي، أبو ظبي.